بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بولادي أبناتي، اليوم راه معنا أستاذ تاريخ والجغرافيا الأستاذ حجاج. راه سؤال بزاف يبعثه لنا الطلبة، يا أستاذ ما هي الإجابة النموذجية في الشخصيات في التاريخ والجغرافيا؟ هذا السؤال يا أستاذ راه يوجه بزاف الطلبة، نحبك أنك تعطي لهم الإجابة النموذجية كيفاش تنقطوا لهم في البكالوريا على هذا الشخصيات. نعم، بارك الله فيك استاذ. يعني اهم حاجه دائما نركز عليها نعلم التلميذ من السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه، انه دائما يركز في الشخصيه ما يغلطناش في الجنسيه، لانه اذا غلط في الجنسيه راح يدير علامه صفر. مثلا شخصيه امريكيه ويدير فرنسيه او سوفيتيه، هنا راح تكون العلامه صفر حتى ويدير الاعمال ولا يدير الامور الاخرى. إذا الجنسية لازم يركز عليها، يفصل كل الشخصيات تاع أمريكا وحدهم، تاع السوفيات يحفظهم وحدهم إلى آخره. ثم المنصب تاعو كان وزير، كان رئيس، كان عسكري، كان سياسي، كان كذا. ثم أيضا الأعمال تاعو اللي ذكرها له في الدرس الأستاذ، يعني واش قرأ عليه في الدرس. مثلا نعطوا شخصية أكثر شيوعا في امتحان شهادة البكالوريا بالنسبة للوحدة الأولى مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، نجد هاري ترومان. إذا هاري ترومان هنا كي يقرأه التلميذ يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عرف أو معروف بمشروع أو مشروعه، مشروع ترومان 1947، علامة كاملة. يعني يا أستاذ لا داعي لذكر كل هذه، أنه واش من عام مولد تاعو والوفاة تاعو، هذا لا يهمنا. نعم نعم. يعني لأنه التلميذ ما قراهوش في الدرس، حنا أنت مسؤول على واش قريت في الدرس، يعني العلاقة تاع هذه الشخصية بالدرس، واش قريت عنها بالدرس. يعني يا أستاذ يعني بعض الطلبة راهم معناها تلقاو الورقة تاعهم في البكالوريا زايدين أشياء بزاف ما تمدوش عليها النقاط. كاين يعني بعض التلاميذ اللي ممكن حتى الأستاذ ما يكونش حافظ المولد تاعو والوفاة تاعو، حائز على جائزة نوبل للسلام وحائز على كذا، هذيك الأمور لا تهمنا مثلا. ولكن الذي يهمنا مثلا عن شخصية هاري ترومان ولا مارشال ولا هو اللي قريته في الدرس، قال صاحب مبدأ ترومان 1947، مارشال مثلا صاحب مشروع مارشال 1947، مثلا الشخصية السوفيتية أكثر شيوعا مثلا خروتشوف. بزاف تلاميذ يغلطوا بينه وبين غورباتشوف، خروتشوف هو الأكثر شيوعا، خروتشوف صاحب مبادرة التعايش السلمي 1956. يعني يتعلم التلميذ أمر معين، رئيس، منصب، الجنسية تاعو الولايات المتحدة ولا الاتحاد السوفيتي، العمل مع تاريخ العمل، يعني كي نقولوا مبادرة التعايش السلمي 1956 أو مثلا مبدأ ترومان 1947، يكفيه أنه يكتب فقط السنة في تعريف الشخصية باش يتحصل يتأكد باللي العلامة الكاملة. يعني أي مصحح ما يشرح ينقص له على العلامة الكاملة هنا. إذا بارك الله فيك أستاذ على هذا، لأن هذا السؤال حتى الأستاذ قال لي راه كل مرة يطرحوه لنا الأولاد ورانا نشوفوا الإجابات تاعهم في البكالوريا أنهم يعني يخرجوا على الموضوع يكتبوا أشياء كثيرة، لكنهم يعني يا أستاذ ينساوا الأهم اللي أنتم الوزارة تقول لكم نقطعوا عليه. أكيد. يعني يا أستاذ أولا نشكرك جزيل الشكر، وراه كل مرة كل ما يلحقنا سؤال ولا كتبوه لنا في التعاليق، تعليق لما نحطوا الفيديو إن شاء الله يعاود الأستاذ كذلك يحط لكم فيديو يعطيكم اهم الاشياء اللي ان شاء الله تدوا فيها يعني 20 على 20، ياكم واش تمدوا 20 في الباكالوريا استاذ. يعني الاستاذ راه يقول لكم مالك نمدوا 20 في الباكالوريا. اذا وفي الاخير اولادي بناتي ديروا لنا جام وابوني في لاشين نتاع الاستاذ نور الدين، وزيدوا راه كاين نتاع الاستاذ حجاج ربي يحفظه ان شاء الله، وادعوا لنا ربي سبحانه يشافينا وترحم على روح امي الطاهره من ولايه قالما. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كملت الفيديو أشفى مليح واش قال الأستاذ، وأغلق البورتابل ونط تقرأ يرحم والديك. السلام عليكم.